أفكار بسيطة واستغلال الأشياء القديمة الموجودة بالبيت وإعادة استخدامها هي اليوم فكرتنا بالأعمال اليدوية مع ستمونة. صباح الخير ستمونة. صباح الخير، أهلا بك. اليوم رح تجديد الملابس القديمة، اليوم رح تعملي لنا، فما بعرف أنت كيف رح تعملينا، كيف تجددي هاي الملابس القديمة؟ الملابس القديمة هساعدنا، يعني تنزلين للسوق تلقين كلفات مخلين هنا، فيعني حبيت أغير على الملابس القديمة، أضيف تغيير بس من نفس البيت، يعني من نفس الخامات اللي عندنا، الخامات القديمة. أنا قصدي يعني بهاي الطريقة تصير أشتغل هاي. هلا هاي أنت اشتغلتيها على الإيد؟ إيه. هاي أنت يعني حتى وحتى القطعة القماش هي من الجنز القديم اللي عندنا بالبيت. تمام. يعني تنقص بهذا الشكل المثلث. تمام. أنت هيك يعني عملتي تغيير بهاي الملابس القديمة. يعني كانت سادة. نقدر نطلع بها سادة. ونقدر نضيف لها هاي هنا الطريقة المختلفة، انه هنا انا خليت دنابيس هسه راح تشوفون، يعني انا بنشتغل. طيب هلا تمام، هلا ماشي فيك تشتغلين لنا هيك شوي خطوات لنعرف عندك كيف اشتغلتيها وكيف زينتي هاي القطعة. هي هذا بس هذا اشتريته من السوق. بس هاي عندي من الملابس القديمة اللي بالبيت، فقصيتها. ايوه. وخيطها بهذا، ما نقدر نستعمل اللاصق، يعني لازم الخيطة. لازم الخياطة. هيك يعني انه بيكون شكلها يتغير ست منى، وبيكون مثلا انه مو بس تغيير الشكل، بتحسي انه الشيء اللي صار جديد، صار جديد وتغير، لان واحد امرار يمل من القطع القدمات الملابس، صح، فبالتغيير راح يقدر يلبسها مرة ثانية. ومثل ما قلت هي هاي اللي اشتغلتها نقدر نشيلها ونقدر نخليها. يعني طيب هاي القطعة القماش اللي نفس اللون، هي قطعة جينز اتوقع، بس هي نفس اللون ما بيبين عليها حتى. اي ما يبين، والجينز تقريبا نقدر نشتغل بيها على جميع الخامات، وخاصة انه مو بس انه ما يبين، خاصة انه اللون نفس اللون وزينتي هذا الجينز حتى ما بين يعني انه هو جينز. اي ما طلع ويانا، ما بين، هو نستفاد من الخامات القديمة اللي عندنا بالبيت، يعني هاي لما تشتريها من السوق الكلفة هاي المشتغلة، هاي يسموها كلفة، يعني تلقيها غالية لأن شغل إيد، صح. بس هاي أنت كمان أخذتيها من الملابس القديمة الموجودة عندك. أي. يعني هاي أنا أخذتها من الملابس القديمة، بس هاي اشتريناها وهاي سعرها رخيص. واللاصق أنا دورت ما لقيت الكلفة اللي صار جوا الياخات، اللاصق الثلكين لقيت الخفيفة، هاي الخفيفة ويا الغسل شلون يعني تنفتح، ففكرت بالجينز احسن، هم قويه وهمين يعني هي عندنا بالبيت. تمام. طبعا هي بدها شويه وقت كانه هذا النوع من العمل تجديد الملابس، هي تقريبا يعني. طيب هلا القطعه القديمه انه كيف فينا ستمونة مثلا كمان حاول انه تبين جديده، يعني انه شوي هو بالتغيير، يعني بالك أشياء هالكريستالات أو هاي، يعني بس هاي التغييرات البسيطة. أي تغييرات أو بالموديل مالتها همين. طيب أحيانا في منهم كمان بيغير اللون ستمونة، ما بعرف هذا الشيء. هو يعني إحنا نسميه كولاج الثابت أو كوكو الكولاج المتغير. الكولاج المتغير هي هاي الإكسسوارات، الكلف هاي اللي نسويها ونخليها، الثابت اللي يكون من تطريزة من نفس الملابس، فنقدر نضيف الكولاج الثابت والمتغير. وهو شغل هسه يعني كلش دارج بالكريستال والخرز على الملابس. هو حاليا الملابس اغلبها بتكون مثل ما قلتي هي انه كريستال وخرز. هو طبعا لما انا بالبيت راح اكون على كيفي اقدر اشتغلها. انا بس بدي اوضح الفكره شلون اشتغلتها. تمام. هلا هي كمان صارت شوي جاهزه انه غيرتي. بقى اشتغل بها من هاي الصفحة. طبعا هي شوي بدها تركيز اتوقع من الست البيت، يعني شلون خاصة اللي بتعرف توزعين. تستخدم الخيط والابرة اكثر شيء. ده هو اسهل شيء، يعني سهل، ما سهل شيء. واني راح اسوي يعني بالفقرات الجاية كلها ابرة وخيط، يعني عندنا مثلا هاي التنورة اللي مالت البالية، النفشة مالت البنات، هم راح اشتغل لهم اياه بابره وخيط.
يعني اللي ما تزبط بابره بخيط تزبط، اللي ما عنده ماكينه او اللي ما يعرفون طبعا اكيد عليها. في كثير من الستات البيوت ما عندهم آلة الماكينه هاي، فهن يستفيدوا من الخيط والابره، هن في منهم حتى يزبطوا ثيابهم بالابره وبالخيط. اي وهي حلو وموديلها همين للاطفال، بس اذا نشتريها من السوق غاليه، بس اذا احنا نسويها راح تطلع كلفه كلش قليله. طبعا اكيد هاي الاعمال اليدويه اللي راح يعني نحن نتعلمها، هي احلى شيء فيها انه شوي قليله التكاليف، انه بتوفر على ست البيت، يعني ما كثير فيها تكاليف. يعني يعني سعر قطعه تشتريها من السوق تقدرين بنفس سعرها فدت لف قطع اربعه انت مسويه باشكال مختلفه. ولا بشيء باللي يعجبك والموديل اللي بيعجبك انت مثلا اللي انت حابه تعمليه بطريقتك، وتكون مضبوط الشغل بها. يعني انت اذا من السوق احتمال هذا ملزقي يعني او ثابت، انت هيك راح تغيريه، تقدرين تخليه على غير موديل مثل الموديل اللي جوا، يعني ما نخليها ثابته على قميص، على ستره، على بوليره، يعني همين تضبط تضبط. يعني هي الحلو بها اكثر من الاستعمال. الثابته على الملابس يعني شويه تزعجك، لان القطعه يعني تملي من عندها. هيك صارت جاهزه ست قناعات تقريبا، هاي جاهزت. هلا فيكي بتقدري تلزقيها هي الطريقه مالتها. طبعا مو بالخياطه انت راح تلزقي؟ لا يعني مو قلت يعني هي مو قطعه ثابته متحركه. أيوة. حتى لما نريد نخليها على قميص نقدر نشيلها. تمام. يعني اذا نريد نخليها على قطعه ثانيه. طبعا هسه حاليا راح اثبتكم اياها بهاي، بس من بالبيت تقدرون بالدنابيس. يعني بهذا نقدر، بس نشتغل به من جوا يم الكتف مالته. هلا طريقه انت يعني حاليا كمان نفس الشيء عم تلزقيها بالخيط؟ الخيط اي كملته. كملتي بس بالهسه بالدبابيس؟ بالدبابيس رح تلزق بس هدول يعني انه بعد الدبابيس انه مثلا اي يعني هي تنشال، قطعه تنشال تنشال، تريدين تبقيها بال يعني تخيطيها عادي تقدرين. ايوه مشان هي تغيير انه وقت اللي بدنا نطلع نغير فينا نغير. أيوة. باي لحظه وقت مثلا اللي ما فينا نطلع او حبينا نغيرها لشكل العادي او نرجعها لشكل. أيوة. العادي هذا قصدي. ففينا كمان هذا قصدي يعني نغيرها، يعني نقدر نلبسها باكثر من شكل. حلو مو مره واحده يعني شيء بسيط يعني. اي مثلا اذا طلعة عادية والصبح كانت دوام او فيت شي تقدرين هلا انت هاد غيرتي فيه طبعا. اي تقدرين تشيليها تكون سادة. اذا كانت العصر او بالليل تخلين ذولا راح يطلعون حلوين بها. هون انت غيرتي طبعا هاي القطعة. القطعة البيضة كيف راح تعمليها؟ كيف تعملي عليها التغيير؟ القطعة البيضة راح اشتغل انا هسه بالشمع. طبعا اقدر بالابرة بالخيط بس تاخذ وقت. احنا على مود الوقت. هنا عندنا هو التيشيرت عادي مال بنية، بس حبيت اضيف له الوان. اقدر اشتغل بالدقم واقدر اشتغل بالخرز، هيك بيصير عندك تغيير. الدقم همين تطلع كلش حلوه. تمام. طبعا هاي ما بدها كثير وقت، هذا بده شيء بسيط. هي قطعه القماش هي مثل الورد. فانت هيك عم تزودي عليها الالوان على حتى انه بنص الورده تحطي حتى تبرز بتطلع شيء حلو. واحلى من ما انها بيضه ساده. واحاول على بس يعني ممكن هاشتغلها بس هيك صفحه واحده، يعني ماكو داعي الى كله حتى ما يصير تغيير عن المعتاد. يعني بلشت تبرز ويانا القطعة وهي بسيطة بلشت تتغير شكلها. ايه فشوفين الملابس اكثرها هي مزينة بهاي وتصير اغلى، بس لما انت تشتغليها راح كلش تصير رخيصة. هو احيانا صح لما بنروح بقطعة مشتغلين عليها ست البيت او بتشتغل عليها بشغل الايد راح بنلاحظ انه هي غالية كتير، وكمان هي بنفس الوقت بتكون حلوة.
اي بس لما انت تشتري يعني هي القطعه نفسها والخرز عندك بعيها يعني هسه هاي حتى بعدها بعدها قطعه القماش بيها اللي شلعتها منها. يعني قطعه قديمه عندك تستعمليها باستعمالات ثانيه هوايه. اكيد ست البيت هي يعني اللي عندها وقت اكيد هي بتحب تستمتع بهذا الشيء. والله ما يعني ما يراد لها وقت هواي يعني قليل كلش اقل من ما تروح وتدور على هذا الألوان. التيشيرت الابيض مثلا الصبيه اللي راح تلبسه فيها تلبسه على كل الالوان تقريبا لانه انت زودتي عليها الالوان الازرق والاخضر اي والوردي والقطعه هي جوا بيضه بس هيك اعطتها اضاءه للتيشيرت وحلو وبالوان صيفيه صح اي مو يعني هيك بالوان صيفيه مثل ما قلتي يعني غيرت التيشيرت يعني تقريبا مثل ما قلتي اذا كان شكله قديم يعني كم مره بيكون لابسينه ونحن على الشكل القديم بيكون رح نلبسه على الشكل الجديد بيصير هيك في نوع من التغيير ما بحس انه مثلا انت لابسه شيء قديم ما تملين من عنده صح وبسيط ورخيص كلش يعني ما يكلف بالذات البنات بهذا العمر يعني يحبون التغيير مراهقات والالوان تمام هلا هيك تقريبا تقريبا كملنا انت ست منى راح تحطي كل على الكل لا لا مو كله بس المنطقه يعني انه فوق بس انا عجبني بس هاي يعني هيك تمام مشان ما يصير هيك يعني انه مثل المعتاد يعني تغيير شي ناعم اي هي طبعا خيطها تضبط اكثر انت بس بتحطي بعجها بتخلي الجهه الثانيه من يم الردان هذا منزل تمام طيب الالوان انت طبعا الالوان حسب هو ما دام قاعده عندك بيضه تقدرين تشتغلين على كل الالوان بس الالوان هي الصيفيه يعني ما نخلي اسود نبتعد عن الغامق قطعة بيضاء عليها الالوان بيكون احلى اكيد تقريبا هذا يكفي طيب هذا يكفي اكيد خلينا شوي كمان نشوفه اكثر على الشاشه ست منى تغير شكل التيشيرت تمام نقدر بالدقم هم اذا اكو دقم الوان راح يطلع كلش حلو هم تمام طبعا ست منى شكرا لك كثير وشكرا على هي الفقره الحلوه ان شاء الله شكرا لك